اي عدل. ما احنا بس خلاص في كويتي، لا احنا نتكلم على الكويتيين اللي يلعبون، رحنا لهم صوروا الطابع هناك، صوروا لهم التيل اللي يلعبون فيها. ايوه ما زالت يعني ان هذول يعني مثل ما يقول كمجموعه نعم لحد الان يعني متاصلين يعني في ماضيهم، وفي نفس الوقت يعني العابهم الشعبيه نعم فللحين محافظين عليها. يعني هذا المفروض انه يعني هذول المجموعه الواحد يعني المفروض يعني يطلع جيل من بعد جيل. صحيح. ان هذا الشيء اللي موجود يعني كانوا يمارسونه يعني. لا هو صدق الحداثه يعني، لو ما في بلاي ستيشن وما في لابتوبات وما في كذا، يمكن جاءوا الشباب او الصبيان الصغار الى اللعب بالشارع بالكره ولا بالقاري ولا بال هذا، وبعدين افترقت ترى الدنيا. هو شوف في اي بلد في بلدان العالم كله يعني دائما يحافظ على التراث، يحافظ على التاريخ يعني. نعم. سواء تراث من مبانيه، من عاداته، من تقاليده، حتى اللبس اللي نقول عنه الوطني والشعبي هذا الان يعني اندثر يعني. مو طبعا قاعد اتكلم الاخ مشاري. نعم. يعني بصفه عامه يعني هذا الان قاعد يعني صارت الزي الوطني صار بس بالمناسبات. نعم يعني هذا المفروض يحافظ عليه يعني ده. سواء الالعاب الشعبيه يعني كان عندنا يوم البحار، الان يوم البحار اشوفه مريت عليه من يومين مسكر يعني ما ادري شنو الاسباب. هذه الشغلات المفروض احييها يعني، اعرف جيلنا عيالنا احفادنا يعني خلها اكبر على نفسي، لان اشوف مشاري كل ساعه يطالعني انا يعني على لا يعني بس يقول ليش يوم البحار مسكر الظاهر، يقول المحامي ما دفعوا الايجار. ما يدفعوا ايجار، لا تسكر يوم البحار. هذا هاي مشكله يعني، احد المشاكل يعني، هذه احدى الاماكن نقول عنها اللي طوروها شويه لاحياء التراث الشعبي والاماكن الشعبيه يعني. المفروض يعني اعرف عيالنا وابنائنا يعني نقول ان هذا كنا احنا شنو كنا، وهذه شغلاتنا، وهذه مثل ما يقول عاداتنا والشغلات اللي كنا نمارسها يعني، سواء الالعاب الشعبيه مثل ما تفضل الاخ مشاري يعني لعبه التيل والمقصي وهالشغلات هذه. في لعبه هذه اللي تفتر بالحبل ما تفتر هاي الدوامه يعني. دوامه يعني. نعم فهذه كلها اندثرت يعني ما تسمع عنها يعني. حتى يعني الاستاذ ايوب حسين يعني عنده كتب والفها بهالشغلات هذه، المفروض يؤخذ من هذا الشخص او من الاشخاص اللي متمرسين. نعم. لاعاده او احياء يعني هذا التراث القديم يعني. صحيح. نعم. صدق في ناس تشتريها مشترى التراث يعني، يقول لك لا ابي احافظ على التراث يعني مثلا الكويتي او اي بلد ثانيه، في ناس تجيب ناس متخصصين عشان بس يحافظون على التراث. انت الان زور اي بلد في العالم سواء في منطقه الخليج او حتى كذلك الدول العربيه، واطلع فوق شويه للدول الاجنبيه سواء اوروبا وغيرها يعني، لحد الان محتفظين بتراثهم يعني. صحيح. سواء بمبانيهم، حتى احنا الان ما عندنا مباني يعني الان خلينا. الاسواق الشعبيه او الاسواق اللي اندثرت يعني سوق موجودة يعني سوق القربلي او سوق واجف يعني، هذا المفروض احييه يعني. الان اندثر يعني، دخلت عليه الحداثه لكن اندثر يعني، ما في هناك من زواره من الناس اللي يجون من برا بيشوفون وين المعالم القديمه من. صحيح. التراث. حتى الان اشوف انا يعني المنطقه اللي يعني الان قاعد يرممونها صار لها الحين اكثر من 10 سنوات او اكثر، اللي هو القريه التراثيه. نعم. القريه التراثيه تروح هناك بس تشوف محوطه دار مدارها بالتشينكو، وتدخل من داخل هذا بعد التشينكو وتشوف حفر. ها. 10 سنوات هذه انا بعرف الميزانيه اللي وضعت لهذا المكان. نعم. شنو سووا؟ من اللي ماسكها؟ من المسؤول عنها؟ طبعا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الممثل بوزارة الإعلام. نعم. اللي هي القائمة على هذا الشيء يعني، المفروض عدة جهات لكن هي الجهة المسؤولة يعني. نعم. فهذا القرية التراثية المفروض أن يعني إعادة بناء هذه القرية على الطراز القديم. صحيح. وهذا التراث يعني، فبالتالي لحد الآن معطل الشغل وما في هناك من يعمل فيه. شوف عاد المقاول. نعم. جايبين مقاول. فانت ما دام فتحت المجال يعني، نقول احنا كقبقه من ساعه مثل ما تفضلت في مقدمتك. نعم. احنا بعيدا عن الاجواء السياسيه. نعم. لكن جرنا يعني لا الان لابد لابد ان نروح. شوف يعني كل شيء مسيس الان. كل شيء مسيس الان، حديث الدواوين دائما شيء اذا ما صار في هناك حكي او كلام او حديث عن السياسه فما لها طعمه يعني القعده والديوانيه. زين انا بسال يعني الدكتور استاذ محمد ايضا،
استاذ محمد، يعني بالنسبه لخطط التنميه الان كل شيء يعلق على التنميه، منشآت جديده ننطر التنميه، ما ادري شنو صحيه التنميه، السياسه التنميه. طيب التنميه الان ناس تقول 25% انجز منها، وناس تقول لا 0%. بس ما وضحت يعني، يعني احنا الرد حق التخطيط اللي كان يصير للبلد، يعني اليوم المفروض اذا في تنميه ينوجد، ها؟ نعم. يعني اليوم انا خل اعطيك مثال بسيط جدا، يعني الخطوط الجويه الكويتيه مثلا. نعم. كانت من اعظم الشركات بالكويت قبل. صحيح. كان اعرق طيران بالكويت. نعم. ولكن وين الحين؟ طالبين الحين ما عندنا رواتب قرض، ما عندنا الاربع طيارات والثنتين عطل فني وواحده متاخره جايه من برا مطبات هوائيه. اي نعم. والناس ناطرين بالمطار 6-7 ساعات. لا والرواتب ماخذين قرض عشان يعطونهم رواتب. يعني اليوم اذا انا تكلمت عن التنميه، وين التنميه؟ يعني التنميه شنو؟ التنميه اني اسوي لي جسر؟ هذه التنميه؟ التنميه المفروض تكون تعليميه، المفروض تكون صحيه طبعا، المفروض اللي تخدم المواطنين، بس مو تنميه مباني. صح. فانا شايف ما في يعني ما في تنمية، يعني ما لاحظت انه في تغيير مثلا راح يصير؟ لا ما في. ليش ما نكون متفائلين؟ اول شيء اثر سالفه التنميه تاثر على البورصه، والبورصه احنا شايفين وضعها يعني شلون تاثر على البورصه؟ تاثر، ترتفع الاسهم، يصير في رواج، يصير في حاليا توقيع عقود فقط. اي بس انت الحين وقع عقود، بس مرات تكون عقود وهميه. يعني اي طبعا، يعني اليوم يعني انا بيني وانا كوني محامي، اليوم في ناس وايد من رؤساء يعني اللي كان عندهم رؤوس اموال كبيره ما عندها شيء الحين، بالعكس مطلوبه. هذا بسبب الشركات الوهميه؟ بسبب نعم، بسبب الشركات الوهميه، يعني امور وهميه، عقود وهميه. طيب هذا كان دخل منو فيها؟ نعم استاذ، منو كان دخل فيها؟ يعني في ناس متنفذين كانوا في دخل بهذا؟ لا ما مو متنفذين، ولكن خطا في اجراء العقود، خطا في اعطاء تسهيلات بنكيه. يعني شو اللي خلى الحين انه ما يعيدون جدوله؟ شركات ما تعيد جدوله، البنك ما يعيد لك القرض. نعم. هذه الامور ليش؟ لان كان هناك تجاوزات، يعني كان في تجاوز، يقول لك يا عمي هذا يعني ممكن يعطيك مليونين على اسهم ما لها قيمه اصلا، حتى مليون. ها فشنو صار في رقابه؟ يعني خلاص الحين كل شيء طاح. الحين عاد احنا شو نسوي؟ الناس اللي عندها رؤوس اموال ما قاعد تخدم بالكويت، قاعد تروح برا تقط برا، تقول انا ايش اقط بالكويت؟ اذا ما تعطيني تسهيلات بنكيه لا والله ما ابني بالكويت ولا اسوي بالكويت، اروح ابني في دوله ما واخذ ارباح احسن، وفي بلدان تو قاعد ها على طيب مثل الكويت ايام سبعين. بدل ما يساعد برا ويخلي الاقتصاد يمشي برا، ليش ما يساعد ديرته هنا يا اخي ويحط فلوسه داخل ونشتغل مثل ما كنا اول؟ ماكو مساعده، مو انت تقول لي التنميه 25% وصلت؟ بس ما يخالف، هذه غلطه بنك والمسؤول عن البنك المركزي، صح ولا لا؟ نعم. طيب المفروض وين الرقابه؟ هذه نتيجه الحين الاخطاء، من المتضرر الاول؟ اللي هو المواطن. من يتحمل؟ بيصلحون يعني بيعدلون. نعم. انا على طاري يوم يقول الكويتيه، انا صار لي موقف، انا يعني مو لا فلان ولا فلان، انا شلون الكلام هذا من شهرين او 3 اشهر. رحله كنت جاي من الرياض، رحله الرياض 45 دقيقه صح، 45 دقيقه. نعم. والرحله طبعا معروفه، من الساعه 6 المغرب، وانت قعدت طال عمرك، قعدنا طلعنا ووصلنا المدرج وقفت الطياره، المهم قال في عطل فني على المدرج. على المدرج بالرياض ولا هني؟ لا في الرياض، احنا على الكويتيه. زين. وقالوا العطل من ربع ساعه الى 20 دقيقه. تمام. قلنا حلو. قعدنا طال عمرك 4 ساعات ونص. اوف. اي والله، احنا في الطياره والماي والعصير عقب ساعتين. انا لحد الان محتفظ في البوردنج وعلى اساس ما والله محتفظ. لا بعلمك انا السالفه. المهم حتى كانت في واحده اعتقد انها سعوديه ما هي كويتيه، ويا عيالها نزلت، والله نزلت. اي نعم، جابوا لها السياره، قالت انا نفسيا ما راح، لان قالوا في عطل في الجناح. نعم. 4 ساعات ونص. تدري متى وصلت البيت؟ داش البيت، ها، الساعه 12 بالليل. الساعة يعني جاي من لندن مو من الرياض. والله يعني لا تصرفوا، لا جابوا طيارة مثلا، وهذا أنا مستبعدها. صحيح. يعني يجيبون طيارة. طيب يا أخي نزلنا في الصالات يا أخي، قعدنا بالمدرج 4 ساعات ونص، والعصير عقب ساعتين، ووصلنا كله والله إن الباب الطيارة مفتوح، وإني أنا ومعاي 4 كانوا ننزل. ما والله ما نقدر أصلا ننزل، جايبين الدرج على أساس ينزلون هذه المواطنة. والله العظيم يعني منظر مؤسف.
عقب ما يعني عقب ما كانت الخطوط الجويه الكويتيه بجلاله قدرها قبل كانت هي الاولى في العالم يعني من ناحيه السيرفس من ناحيه الخدمه من ناحيه الطيران يعني بالاجواء او بالمنطقه لكن سبحان الله يعني الان حكوميه الخفس اللي صار حكوميه خصخصها شوف شو تصير كاهي الوطنية كاهي الجزيرة كاهي الطيران اي للحين وانا الحين توبة سنة الكويتية طيب توبة ما انتهت الخصخصة ما انتهت بعد انطر عد متى راح تنتهي ولا ماكو فايدة لو كله شوم في شوم يبقى خلنا نشوف الرياضة ايش عندهم والله ما رحنا بعيد احنا ترى على فكرة اذا تتكلم على المشاكل حدث ولا حرج ويبي لك مو يعني يبي لك قلب ما يتعب ما من كثر ما ادري كم اقول لك يعني يبي لك مدة يعني طويلة يعني شهر شهرين ثلاثة بس تتكلم اذا بدش بتتكلم بالسياسة ما شاء الله فجوات واي تتكلم بالاقتصاد حدث ولا حرج الرياضة يعني ما شاء الله واذا انا بس برد على سالفه التراث على طاري التراث يعني انا يعني على طاري المسافر احنا نروح دول دائما نروح حق الاماكن التراثيه الاشياء القديمه اللي قبل 1000 سنه 500 سنه صحيح. يعني 100 ملامح الدوله تشوفونها إيه تروح تشوف شنو ملابسهم ادواتهم مثلا يعني شنو صار قبل احنا ما شاء الله هنا يعني اوكي حلو انك تجدد وتسوي بس حافظ على الاقل يعني الثقافة اللي يعني الجيل اللي على قولتهم الأولين نعم. نعرف شنو كانوا عايشين شلون عايشين شلون بيوتهم حتى الجيل الجاية ما تدري شنو بيت عربي بيت منطين ما حد شاف هذا خلاص الحين كله مولات المولات الكبيرة يعني المجمعات الكبيرة على طاري شو اسمه يوم البحار أنا واحد كنت أيام من يوم البحار كنا أستانس كل يعني مع الأهل كل أسبوع يعني نروح اليوم البحار نعم. يعني أذكر لما كنا نصفط على برا كمافز كان كله تراب ومن داخل كان سور كبير ما شاء الله تمشي ما تخلص يوم بحار اللي قبال مجسمه كان صحيح. كبير وما شاء الله الألعاب والديار القديمة الحمار والعمار يدور فينا والحصان يعني كان وناسة صراحة على البحر يعني شيء طبيعي وكيش ماكو يعني نعم. محلات خفيفة الحين من اللي راح لا الحين صغير ترى قلصوه كله الحين خلوه مصاب لا ودش مع القهوة الشعبية يعني لا ايه قهوة الشعبية صغيرة ترى دوار صغير وحاط لك مال لا اصلا بابك مع القهوه الشعبيه إيه بس هي قهوه شعبيه ترى ما في يوم بحر خلاص اللغه ترى يوم بحر ما في يوم بحر خلاص الحين كله مولات شغل انترنت ديجيتال الحين احنا عايشين بعصر الديجيتال طيب ليه متى الديجيتال بيستمر ترى على فكره اللي ما له اول ما له تالي ولا ايش رايكم يا جماعه يعني حتى سالفه ما قطع كلامك ابي سالفه شو اسمه التراث انا قصدي حتى لو نحافظ يعني حتى لو في يعني انا اتذكر شيخه فريحه كان في اللي هو بيت او مكتب الشيخ مبارك الكبير الكشك نعم الكشك صح انا قمت اشوف الجريده كل يوم رايحين رادين ويروحون يردون الحين كشك صغير ما انتم عارفين حتى يعني تضبطونه كشك صغير بس ردوا الحين رمموه اي تو انا يعني بعد كم عد حنت ناس يعني كل يوم قاعد يقولون يعني صغير زين في شغلات حتى قبال في بيوت منطين اللي هي قبال قصر دسمان في بيوت منطين لو نشوفها ها محوط يمكن صار لها انا ما ادري كم سنه ما حد حاشها بس محوط زين متى لما يطق المطر يسيح يعني متى ان شاء الله يتضبط انا اترك الكلام ما ادري حق منه يعني هذا نسال احنا نسال المسؤولين او شو اسمه اللي مسؤول عنهم المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب يعني المفروض يهتم هذا ما عندهم شغل نعم لا مو قاعد يسوون شيء انت ليش تروح بعيد الحين الدكتور اول ما بلش شنو قال احنا كنا نضيع صيامنا قبل نروح البحر نتمشى الحين ابي مكان تتمشى فيه قبل تتمشى على اليال الحين ما في كلها كنكريت وصبه يعني حتى اصلا لو تبي تنزل يضيق خلقك تقول خلاص قبل كنت تحدق على يال تصيد الحين مو تحدق عليها تدش بطراد ما تصيد صح يعني حتى السمك الحاج ما اكو شيء صحيح يعني حتى اليوم على ايام بتصيد ماكو شيء محتاج يعني ماكو شيء والله مشكلة الوضع لا البحر حتى المطاعم ما شاء الله زايدين المطاعم يعني المطاعم قام يسكرون الحين البحر انا اتوقع راح يجي زمن وراح تذكرونها تذاكر تدش البحر صح تدش البحر تبتسبح والله يخاف يصير يقول لك بوابه بعيده صراحه انا هذه خطه التنميه يعني هذه ما تفضل الاستاذ محمد يعني يمكن الاستاذ محمد على قولته في فهي ماء يعني في حلجه ماي ما يقدر يقول منه المسؤول انا اتكلم بصفه عامه يعني ومثل ما يقول قناتكم قناه شاهد نجرأ على الكلام نجرأ على الكلام جهز 5000 دكتور مو الحلقه هذه يعني حلقه ثانيه اي جهز 5000 ومحاضره حساب الدكتور اليوم لا انا اتكلم بصفه عامه يعني
يعني هم المسؤولين نقول عنها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. يعني السلطة التشريعية